ولسه بهجة العيد مكملة، نشوف تقرير مع حضراتكم عن الفعاليات والاحتفالات في حديقة العاشر من رمضان بمدينة نصر. من قبل العيد باسبوعين ثلاثة بنبتدي نعمل الصيانة بتاعتنا عشان تأمين عشان الجمهور اللي بيجي لنا هنا طبعا، وبناخد استعداداتنا بالكامل لان مفيش حد اللي يجي مبسوط ويمشي مبسوط، ما حدش يبقى ماشي فيه اي حاجة مش مبسوط منها من مكان. يعني عندنا هنا 17 لعبة، العاب كهربائية، العاب كبيرة، ديسكفري، مركب، العاب البيستا، العربيات، في العاب للاطفال، في قطر للاطفال، في عربيات صغيرة للاطفال، في بيبي كار، كل الاعمار اللي بتيجي هتلاقي كل اللي يناسبها. العيد السنة دي احلى كل الاعياد. بصراحة انا اول مرة جيت عجبتني، واول ما دخلت لعبت العربيات ولسه اول مرة، يعني بصراحة عجبتني. انا جيت كذا مرة وبصراحة يعني الحديقة ممتازة، مش اول مرة يعني نيجي وكده، والاجواء هنا يعني تحفة بصراحة، يعني حاجة كويسة جدا. والله هو بالنسبة لي اول مرة اجي هنا، ولقيت المكان مناسب بالنسبه للاطفال ان هم يعني يلعبوا كده وياخدوا راحتهم. قعدنا نلعب انا واخواتي، رحنا الملاهي، خدنا جو حلو. الجو كان حلو النهارده بصراحه. هو اول عيد اجي بصراحه، بس انا جيت قبل كده بس ما كنتش بالمنظر ده. هو اول عيد اجي فيه هنا. لا جينا قبل كده مكان مرتين قبل كده، جينا جو حلو ومكان امان، بسيب اولادي يلعبوا ومكان جميل يعني وكده، وجددوا حاجات برضو فيها، مفيش ازدحام قوي زي الحدائق التانية الدوليه والازهر والاماكن دي. والافراح بتنادي جايه الناس